تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم، بسم الله الرحيم، هنتكلم على طبعا دي المحاضره الثالثه، هي بتبقى اونلاين. هنتكلم على الستاندنج ويف والانبوت امبيدنس والسميث شارت. بس قبل ما ابدا المحاضره دي عاوزين نراجع بس المحاضرتين اللي فاتوا، مختصر كده اللي احنا خدناه في المحاضرتين اللي فاتوا عشان الناس تكون معايا. احنا طبعا بنتكلم على الهاي فريكوانسي ترانسميشن لاين. دايما ببدا كده ان انا عندي سورس ولو امبيدنس زد جي، وهنا الفي جي. الباور دي عاوز انقلها من خلال ترانسميشن لاين ايا كان نوعه بقى، هنتكلم عن يعني الانواع بعد كده ان شاء الله. فاللاين دوت طوله بقول عليه L، هنا بيبدأ بزد بتساوي صفر، وهنا بينتهي عند زد بتساوي L. وبعد كده اهو في النهاية هوصله على اللود بتاعنا زد L. احنا بدأنا من السيركت ايكويشنز وقسمنا اللاين ده مجموعه من السكشنز كده، وقدرنا نجيب حاجه اسمها اللاين ده له حاجه اسمها زد نود اللي هي الكاركترستيك امبيدنس، وجبنا حاجه اسمها جاما بروبوجيشن كونستانت، وقلنا ان الجهد عند اي نقطه على اللاين اسموها في اوف زد، والكرنت عند اي نقطه على اللاين اسمها اي اوف زد. تمام كده يا شباب؟ معايا؟ مظبوط؟ مظبوط يا دكتور. قلنا ده اتجاه زد. لو انا بتكلم الاتجاه من السورس للجنريتور، ده اسميه السورس او يعني الجنريتور لللود، وده اللود. انما لو همشي بقى من اللود للسورس بمشي في، ممكن امشي في اتجاه حاجه اسمها دي. خلاص هنا عند اللود اسمه دي بتساوي صفر، وعند السورس دي بتساوي ال، وعند النقطه دي اللي اسمها اللي انا بحسب عندها اللي اسمها زد دي احيانا بسميها ال ناقص دي، ال ناقص زد لو انا بتكلم بدلاله الدي، يعني الدي بتساوي ال طول اللاين ناقص زد. وبعد كده بدات احل بقى الايكويشنز بتاعتنا، وقدرت اجيب حاجه اسمها الفي اوف زد. بتساوي طبعا الجهد على اللاين هو عباره عن جزء ترانسميتد وجزء ريفلكتد. الترانسميتد عباره عن في زيرو بلس اي اس سالب جاما زد زائد جزء ريفلكتد بسموه في زيرو ماينس يقص جاما زد. دي الريفلكتد بيسموها الريفلكتد، ودي الانسيدنت. والاي نفس الكلام، الاي اوف زد جبناها عباره عن الاي 0 بلس يقص سالب جاما زد عند زيرو بلس زائد جزء ريفلكتد اي زيرو بلس اي زيرو ماينس اي اس جاما زد. ماشي كده يا شباب؟ تمام 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 وقلنا ان في الفي زيرو بلس لو قسمتها على الاي 0 بلس هتساوي زد نود اللي هي كاركترستيك امبيدنس، وهي نفسها سالب في 0 ماينس
على اي 0 ماينس. الكلام ده اثبتناه في المحاضره اللي فاتت. طيب ممكن بقى بالكلام ده كده بدلاله ان اشيل الاي 0 الاي 0 ماينس والاي 0 بلس واعوض عنهم في المعادله دي، فيطلع في الاخر عباره عن ايه؟ الاي 0 بلس عباره عن ايه؟ عباره عن الفي 0 بلس على زد 0، الفي 0 بلس على زد 0 في اس سالب جاما زد زائد او ناقص بقى ناقص الاي 0 ماينس عباره عن ماينس في 0 ماينس على زد 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 0، يبقى عباره عن في 0 ماينس على زد 0 في اي اس جاما زد. تمام كده؟ ماشي كده يا شباب؟ يعني ممكن اقول كده عباره عن الاي اوف زد هي عباره عن عباره عن 1 على زد 0 في 0 بلس في اس سالب جاما زد ناقص V0 minus V0 gamma Z. ماشي كده؟ واضح يا شباب ولا ايه؟ تمام يا دكتور. خلاص دي المعادلة دي عندنا اهي. المعادلة اللي فوق بتاع الـ V of Z اهي. طبعا الفرق ما بينهم واضح بتاع الفي او زد والاي او زد. المره اللي فاتت برضو عرفنا حاجه ثانيه اسمها الفريكشن كوفيشنت، حاجه اسمها جاما اوف زد، فاكرين جاما اوف زد الفريكشن كوفيشنت كان بيساوي كام جاما اوف زد؟ معامل الانعكاس بتاعنا الفريكشن كوفيشنت كان بيتساوي الجزء المنعكس اللي هو في 0 ماينس اي اس جاما زد على في 0 جزء الانسيدنت في 0 بلس سالب جاما زد. واثبتت ان الجاما عند اللود، فاكرين الجاما عند اللود كانت بتساوي كام؟ يعني جاما عند زد بتساوي زد ال كانت بتساوي كام؟ جبناها المره اللي فاتت. الفيشن كوفيشنت عند اللود حد فاكر؟ زد ال ناقص زد نور زد ال صح كده؟ زد ال انا على زد نود على زد ال زائد زد نود. تمام على زد ال زائد زد نود. تمام وجبنا حاجه اسمها ترانسميشن كوفيشنت، قلنا 1 زائد جاما ال اللي هيساوي 2 زد ال على زد ال زائد زد نود. تمام كده يا شباب؟ مظبوط؟ تمام. طيب وجبنا حاجه كمان اسمها زد ال، يعني ممكن اجيب زد ال بدلاله جاما ال من المعادله اللي فوق دي، قلنا عباره عن 1 زائد جاما ال اول حاجه زد نود 1 زائد جاما ال على 1 ناقص جاما ال. تمام فدي كلها الحاجات دي كلها جبناها المره اللي فاتت. ماشي يا شباب؟ تمام كده؟ تمام تمام. طيب عاوزين بس هنا ايه نستريس على كذا كذا سبيشال كيس كده. لو انا عندي ثلاثه سبيشال كيس اهو من دي ثلاث حالات خاصه
اول حاجه لو انا عندي لاين لاين الزد ال بتاعته بتساوي صفر، يعني المقاومه بتساوي صفر معناها ان ده شورت سيركت. او لاين زد ال بتاعته بتساوي ما لا نهايه، يعني ده اوبن سيركت. او لاين زد ال بتاعته بتساوي زد نوت. خلاص، في اول حاله دي معناها ايه؟ معناها ان انا جبت لاين اهو وحطيت هنا في الاخر هنا كده سلكه، انا عاوز اشوف هنا هنا الزد ال بتاعتنا بتساوي صفر واللاين ده له زد نوت. عاوز اجيب هنا الجاما بتساوي كام؟ جاما ال عند اللود بتساوي كام؟ وعامل انعكاس عند اللود هنا بتساوي كام؟ نفس تاني حاجه لو انا عندي لاين اهو وجبت هنا حطيت هنا اوبن سيركت، يعني حطيت هنا زد ال بتساوي ما لا نهايه. عاوز برضو اجيب الجاما اللي بتساوي كام. تالت حاجه لو انا عندي لاين اهو حطيت في نهايته مقاومه قيمتها زد نود، يعني هنا زد ال بتساوي زد نود، يعني هنا زد نود بتاع اللاين عاوز برضو احسب الجاما اللي بتساوي كام. يلا يا شباب، اول حاله في اول حاله دي ما يكون اللاين عندنا شورت سيركت، الجاما اللي بتساوي كام؟ المعادله بتاعتنا ايه؟ سالب واحد. لما زد ال هتساوي صفر، يبقى ايه الجاما اللي بتساوي كام؟ سالب واحد. سالب واحد. طيب في الحاله الثانيه لما الزد ال بتساوي ما لا نهايه، ايه لو زد بما لا نهايه؟ واحد. جبتها ازاي؟ هقسم على زد ال بسط ومقام، اتبقى واحد ناقص زد زيرو على زد ال، زد زيرو على ما لا نهايه يديك صفر، يبقى يديك واحد على واحد يديك ايه في النهايه؟ واحد. فهي دي بتساوي واحد. طيب الحالة التالتة لما زد ال بتساوي زد نوت، زد جاما ال بتساوي كام؟ صفر. كويس قوي. طيب حد بقى يقول لنا كده لما يكون عندي، طبعا احنا قلنا معامل الانعكاس ده حاجة كومبلكس، يعني ان جنرال كومبلكس، القيمة والزاوية. خلاص ده له قيمة وزاوية، قيمة ال كماجنتيود و اي اس جي فاي له زاوية فاسمها فاي. خلاص لما جاما ال بتساوي سالب واحد ده معناها ايه؟ ان الاشاره كتوتال هتعمل ريفليكشن كلها، يعني الاشاره اللي ساقطه الانسيدنت ويف كلها هترجع كلها عند اللود، من عند اللود هترجع يحصل لها ريفليكشن، لان الامبليتيود بتاع الجاما ديت جاما ال كماجنتيود بواحد. طيب والسالب دي معناها ايه؟ الاشاره ترجع منعكسه بفيزمي باي، لان السالب واحد دي تناظر واحد اي اس جي باي، الفاي دي معناها بتساوي باي، الفاي دي تمثل باي. يعني لما يكون المعامل الانعكاس بتاعنا بسالب واحد معناها الاشاره كلها عند اللود هترجع كمان مقلوبه، هتتقلب بفيز باي. تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ تمام؟ طب تمام. يعني ايه بقى جاما اللي بتساوي موجب واحد؟ الإشارة كلها تحصل لها ريفليكشن بس بنفس الفيز. بنفس الفيز بفيز صفر، يعني هترجع بنفس الفيز بشكلها، يعني لو ده لو وصل عند لود بساين ترجع ساين زي ما هي بنفس الفيز بتاعها. تمام. طب لو جاما ال بتساوي صفر مفيش ريفليكشن، يعني الويف كلها هتروح للود ولا مش هتروح للود؟
هتروح للنود يعني حصلات رسمش تروح للود. عشان كده الحلقة الثانية دي الأخيرة دي الحلقة الأخيرة دي دي بيسموها حالة الماتشنج. في ماتشنج عندنا والويف اللي ماشي اسمها ترافلينج ويف, اسمها ترافلينج ويف. إنما الحالتين دول أو أي حالة تانية فيها جامعة يعني بيسموها مش ترافلينج ويف بقى, حاجة اسمها ستاندينج ويف. ستاندينج ويف يعني فيها ريفليكشن. هنا ترافلينج ويف, هنا ستاندينج ايه ويف. تمام, واضح كده يا شباب؟ واضح. طب لو انا عندي زد اللي باي قيمه تانية بحيث خلت القيمه ال بقيمه اقل من الواحد, يعني قيمه نص 7 من 10 اي قيمه وباي فيز, هتبقى ستاندينج ويف ولا ترافلينج ويف؟ ستاند ستاند. اذا ستاندينج ويف معناها ان القيمه لها قيمه, قام اللي كان مجنود لها قيمه. انما ترافلنج ويف قام اللي كان مجنود لها قيمتها بكام؟ لو كلام على ترافلنج ويف صفر. تمام, كويس. طيب نرجع تاني نكمل الجزء بتاعنا. انا وصلت هنا للمعادلتين دول كده, ان الفي اوف زد بتساوي المعادله دي والاي اوف زد بتساوي المعادله دي. طيب لو انا عاوز اعبر عنها بدلاله الجاما, هاخد انا الفي اوف في 0 بلس اي اس سالب جاما زد مشترك من اللي فوق دي, هيطلع المعادله دي الاتي. هيطلع عندي لو انا خدت في المعادله الاولى دي خدت قلت الفي اوف زد بتساوي في 0 بلس اي اس سالب جاما زد وقول واحد زائد, هقول بقى في 0 ماينس اي اس جاما زد على في 0 بلس اي اس سالب جاما زد بتمثل الجاما ال كده. في مشكله؟ تمام يا شباب, الناس معايا؟ طيب مش احنا قلنا الجاما, الجاما دي بتساوي الفا زائد جي بيتا. تمام, مظبوط. تمام, لو الالفا بصفر معناها ان هو ايه اللاين ده عباره عن ايه, لوسلس ولا ايه؟ مفيش اتنيويشن. لوسلس صح, لو افترضت ان اللاين ده لوسلس والجاما هي عباره عن بس جي بيتا بس, فاقدر اشيل انا الترم ده احط اهو الترم ده اشيله ده اهو ده وحط بداله هنا اي اس سالب جي بيتا. تمام, تمام كده. تمام, على فرض ان اللاين ده لوسلس. طيب دلوقتي لو انا عاوز بقى اجيب الفي الفي اوف زد كماجنيتيود, الفي اوف زد كماجنيتيود اقول كده الفي اوف زد اي اس سالب جي بيتا بزد. نعم, سالب جي بيتا زد. اه زد, ماشي 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 تمام. عاوز اجيب الفي اوف زد كماجنيتيود, هتساوي كام الفي اوف زد كماجنيتيود؟ هتساوي الفي اوف زي الفي زيرو بلس كماجنيتيود, طبعا ممكن يكون كومبلكس فاخد المجنيتيود بتاعها واخد كمان المجنيتيود بتاع الواحد زائد جاما زد, واحد زائد جاما زد جاما ال يعني سوري المفروض دي جاما اوف زد, دي جاما اوف زد وبرده هنا في جاما اوف زد عشان انا بجيب في اوف زد عموما. جاما اوف زد كم ماجنيتيود برده؟ طبعا المجنون بتاع الفيز دوت هتديك واحد, يعني الترم ده الاي اس سالب جي زد المجنون بتاعها بواحد, خلاص بيطلع ده المجنون بتاعنا. هل كده في مشكله يا شباب؟ الناس معايا؟ اللي انا عملته ده في مشكله؟ لا تمام, كويس جدا. طيب بص بقى للمعادله الثانيه بتاع الاي ده اهي,
زي الفي او زد اهيت اللي هي في 0 بلس اي وسالب جاما زد زائد في 0 ماينس اي اس جاما زد بتساوي اللي احنا جبناه ده. طب لو انا عايز اجيب الاي اوف زد اللي هي 1 على زد 0 في 0 بلس اي وسالب جاما زد ناقص في 0 ماينس اي اس جاما زد هديك ايه بقى بالمثل كده؟ بالمثل اللي احنا عملناه دلوقتي عاوز اجيب الاي اوف زد كمودولس ماجنيتيود هتسوي كام؟ اي شباب؟ في زيرو بلس على ست نو في زيرو بلس واحد ناقص جاما زد تمام واحد ناقص جاما زد مظبوط بدلوا معادلتين اهم طيب قال لك حاجه ثانيه حاجه رياضيا لو انا عاوز اجيب الفي اوف زد ماكسيمم الفي اوف زد ماجنيتيود ماكسيمم في زيرو بلس كمودلس في افتح قوس واحد زائد جاما ال اوف زد كمودلس خلاص كده نفس الكلام ال V of Z modulus sorry ال I of Z maximum هتساوي V0 plus modulus على Z0 في 1 زائد gamma of Z modulus تمام كده يا شباب ماشي كده الناس معايا تمام طيب قال لك ايه بقى عندنا اهو اللي احنا جبناه اللي احنا اثبتناه دلوقتي لسه جايبينهم حالا دلوقتي الفي اوف زد بتساوي الفي 0 بلس 1 زائد جاما زد والفي والاي زد الاي زد احنا جبناها حالا دلوقتي اهيت والفي ماكسيمم اه يبقى الفي زد مينيمم ماشي طيب الفي زد مينيمم برضو نفس الكلام احنا جبنا ده الماكسيمم الفي زد مينيمم هيبقى هو نفس المعادله بس الزائد ده هتبقى ناقص الفي اوف زد مينيمم مودلس مينيمم هيساوي في 0 بلس واحد ناقص جاما اوف زد مودلس والفي والاي اوف زد مينيمم هيساوي الفي زيرو بلس على زد نوت زيرو في واحد ناقص زائد ناقص جاما اوف زد مدرس تمام كده يا شباب فدي المعادلتين الاربع معادلات اللي عندنا دول في هنا مكتوبين هنا دول في مشكله كده المعادلات دي فيها مشكله شباب
انا بقى اللي بكتب المعادلات ديت. قال لك في عندنا حاجه اسمها الستاندينج ويف، في حاجه اسمها الترافلينج ويف. امتى تكون الويف عندي ستاندينج ويف؟ يا شباب لو في ريفليكشن، يعني اللي معناها لو زد ال، لو الزد ال لا تساوي زد زيرو مش هيحصل ماتشنج، صح؟ يبقى في جاما، اذا دي اسمها ستاندينج ويف. فعندنا نسبه اسمها فولتج ستاندينج ويف ريشيو، في حاجه اسمها فولتج ستاندينج ويف ريشيو، احيانا بنسميها سيجما، واحيانا في كتب تانية بيسموها اس. طب هي معناها ايه؟ معناها الفي ماكسيمم على الفي مينيمم كماجنيتود يعني. طب عاوز احسبها اجيبها منين؟ اجيبها من المعادله، المعادلتين اللي فوق دول، اجيبها من المعادله اللي هي دي، في ماكسيمم اهي والفي مينيمم اهي. اذا الفولتج ستاندينج ويف ريشيو هتساوي كام بقى؟ الاس هتساوي كام؟ بس طبعا بجيبهم بحسبهم عند اللود، عند زد بتساوي ال. فعشان اجيب السيجما او اسميها سيجما هاجي في المعادله دي واعوض عند زد هنا بال، يعني جاما ال، عاوز اجيب المجهول بتاع جاما ال. فكاني بقسم الفي 0 بلس 1 زائد جاما ال على في 0 بلس على 1 ناقص جاما ال، يبقى الناتج هيطلع عباره عن ايه؟ 1 زائد جاما ال كماجنتيود على 1 ناقص جاما ال كماجنتيود. ودي نسبة مهمة جدا عندنا بيسموها الستاندينج ويف ريشيو. خلاص ماشي يا شباب. واضح كده؟ معايا ولا مش معايا؟ تمام. طيب عاوزين برضو في الثلاث حالات اللي عندنا، الثلاث حالات اللي عندنا اهو اللي هنا دي، اذا هضيف هنا كده اهوت، اذا برضو هضيف المعادله دي ضمن المعادلات اللي عندنا. اقول هنا سيجما بتساوي 1 زائد جاما ال كماجنتيود على 1 ناقص جاما ال كماجنتيود. نيجي بقى نشوف الحالات بتاعتنا. اول حاجه لو انا عندي الماتشنج زد ال بيساوي زد زيرو، يبقى الاس بكام؟ الاس ستاندينج ويف ريشيو سيجما بكام؟ يا واحد زائد جاما ال على واحد ناقص جاما ال بواحد. تمام. طب لو الحاله اللي فوق، الحالات اللي فوق دي، عاوز اجيب هنا السيجما هنا بكام؟ الحاله دي هجيب السيجما بكام؟ خلي بالك انا سيجما بتساوي 1 زائد الماجنتيود بتاع جاما ال على 1 ناقص الماجنتيود بتاع جاما ال. ما لا نهايه. لا واحد يعني 1 زائد 1 على ايه؟ على 0، يديك ما لا نهايه. طب والحاله الثانيه دي سيجما بكام؟ ما لا نهايه برضه. ما لا نهايه برضه. تمام. اذا كده لو انت عندك ترافلنج ويف السيجما بتاعتها بكام؟ لو انت عندك ترافلنج واحد. طب لو انت عندك ستاندنج ويف السيجما بتاعتها بكام؟ مالهاش. السيجما بتاعتها من اول واحد، بس لا تساوي الواحد، يعني السيجما هنا من اول اكبر من واحد واقل من ما لا نهايه. انما ترافلنج ويف السيجما بتساوي كام؟ واحد. اذا اللي يحكم على الويف اذا كانت هي ترافلنج ويف ولا ستاندنج ويف هي السيجما. شوف السيجما او الجاما، يعني السيجما لو كانت سيجما بواحد يعني جاما ال بصفر، يعني معناها دي ترافلنج ويف. لو كانت السيجما اكبر من واحد لما لا نهايه دي اسمها ستاندنج ويف. واضح كده يا شباب؟ تمام؟ تمام واضح. تمام كويس جدا. فدي احنا خلصنا كده اول جزئيه عندنا في المحاضره، بنتكلم على حاجه اسمها ستاندنج ويف، عرفنا يعني ستاندنج ويف، عرفنا يعني ايه فولتج ستاندنج ويف ريشيو، وحسبناها طلعت بالشكل ده كده. وكلمة ستاندنج ويف معناها ان الفي كماجنتيود
الفولت عمال يتردد كده يروح ماكسيموم ومينيموم في 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 ماكسيموم وفي مينيموم. لو سبت الاثنين دول اديك حاجه اسمها السيجما. تمام. طب امتى السيجما تكون بتساوي واحد؟ اي شباب لو الجاما اللي بصفر او السيجما بكام؟ سيجما بواحد. يعني امتى السيجما واحد امتى عند ايه بقى؟ عند في ماكسيمم بتساوي ايه؟ عند الماتشنج. اه في ماكسيمم بتساوي مينيمم. يعني السيجما بتساوي واحد لما في ماكسيمم بتساوي في مينيمم. صح صح ولا لا؟ تمام. اه تمام. يعني لو جيت هنا اهوت هنا في في الرسمه دي كده دي اسمها ستاندنج ويف. دي اسمها ستاندنج ويف لان هنا في في ماكسيمم وفي مينيمم. طب لو قلت ان الفي ماكسيمم دي نفسها الفي مينيمم معناها ان الويف دي هتتردد ولا هتروح يبقى حاجه واحده؟ الفي الفولت هتبقى ثابت. الفولت هيبقى ثابت صح؟ ثابت. طب انا جيت على الترافل على الترافلنج ويف اجي ارسمها مع الديستانس اجيب الفي ماجنيتيود هتلاقي ان الجهد ده ثابت دايما مع الزد عمال يحصل له ايه ثابت ما بيلاقي ان خلاص اللي هو في الفي بتاعتنا هي في واحده بس هي الفي ماكسيمم يساوي الفي مينيمم. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ واضح كده؟ تمام. دي في حاله ايه ترافلنج ايه؟ دي في حاله الترافلنج ويب. تمام ماشي كده. معلش معايا معاك يا دكتور. تمام. طب في الحاله الاولانيه ستاندنج ويب او ترافلنج ويب هل اللاين دوت هو لوسلس ولا لوسي؟ لوسلس. ليه؟ لان الجهد هنا اذا كان في الستاندنج ويف او الترافلنج ويف ما بيقلش عمال يتردد. اه بس ايه حاجه ثابته. طب لو انا بتكلم بقى ده اذا ده كل اللاين ده لوسلس لان كنت فرض اصلا في اثباتاتنا ان هو لوسلس. نفس الكلام ده لوسلس. طب لو انا بتكلم على لوسي بقى يعني في الفا شكله عامل ازاي في الستاندنج ويف شكله عامل ازاي في الترافلنج ويف؟ هتلاقي شكله عامل في الستاندنج ويف حاجه زي كده. هتلاقي ان هو عمال يقل ويقل. ده طبعا ده انا بعمل كده عشان ارسم بس جوه ايه جوه الشكل الستاندنج ويف والويف عمال ايه تروح وتيجي كده اهي ستاندنج ويف. هنا ولا بالاحمر الويف بتاعتنا بتقل. اه بس كده بتقل بس الفي ماكسيمم هي برضه الفي مينيمم ده مع الزد. ده برضه في حاله الترافلنج ويف وده في حاله ستاندنج ويف بس ده بقى لوسي لان في الفا. الفا لا تساوي صفر. هنا الفا بتساوي صفر. واضح كده يا شباب؟ هو يا دكتور مش المفروض في حاله اللي هي الستاندنج دي يبقى عندك موجتين عكس بعض يعني موجه بترجع يبقى شكلهم زي الحلقات كده؟ لا ما هم بقى بيتراكبوا مع بعض بيتجمعوا مع بعض جمع جبري فبيتكون موجه واحده بس. ما انت عندك موجه ساين مثلا وموجه ثانيه ساين بيتراكبوا مع بعض هتكون حاجه واحده. يعني ما تيجي مع واحد وواحد يديك رقم فاهمني. فانا برسمها موجه واحده اللي هي الاسود الاسود ده انا بس عامل ده كانه ايه عشان ارسم بس جواه الاحمر ده عشان ارسم بس كانفولوب. يعني انا قصدي ازاي اللي هو الخط المستقيم اللي هو ايام ما كان لما كان بتكلم على اللي فوق بتكلم على اللي فوق دي مثلا لو كان اه ماشي دي هي مالها بقى دي ديت لان انت عندك بص افهمك لما يكون عندك موجه كده مثلا وموجه ثانيه لا رجعت مثلا وليكن ايا كان بقى شكلها كده وبتنا هم واحده ترافلنج واحده ستاندنج اجمعهم مع بعض هيديك محصله لهم محصله. المحصله دي عباره عن موجه اي موجه ثانيه كده فاهمني. يعني دي انسيدنت ودي ريفلكتد مجموعهم مع بعض هيديك موجه واحده
دي اللي اسمها الستاندنج ويف. ماشي. طب المحور ليه بقى مش المحور المفروض يكون التايم؟ لا ما هو مش احنا قلنا ان الفولت والتيار بتغير مع التايم في صوره تايم هارمونكس او بتغير مع الزد. تمام فاهمني؟ مش احنا قلنا كده مش ده التغير مع الزد. لو احنا بنتكلم على الترافلنج ويف هتلاقي ثابته مع الزد لان ما فيش الموجه ما بتغيرش مع الزد. الفولت ثابت لانها ترافلنج ويف ماشيه في اتجاه واحد بس. انما لو بقى فيها ستاندنج ويف يعني فوق ورايها واحده رايحه واحده جايه زي فاكرين كده في الصوت بيقول لك في تضاغطات وتخلخلات لما بيحصل تراكم للموجتين مع بعض. لما يكون ماكسيمم بيديك ماكسيمم، لما يكون ماكسيمم مينيمم بيديك زيرو. فالموجة ايه يا اما تقوى جدا يا اما تتلاشى فبيديك حاجه اسمها ستاندنج ويف دي. فاهمني؟ تمام. يعني انت مثلا لو بعت موجتين زي ما انا كنت رسمها لك تحت كده دي. لو انا مثلا هتحصل هنا ماكسيمم سوري قلنا في الماكسيمم ده مثلا الموجه دي حصل ماكسيمم والموجه دي حصل مينيمم مجموعهم مع بعض يديك صفر فالموجه ده تلاشى. طب لو كان ماكسيمم مع ماكسيمم هيديك ماكسيمم اكتر فهو ده الستاندنج ويف. معنى ان موجتين ركبوا فوق بعض فحصل جمع جبري ليهم فطلعت موجه جديده. الموجه دي شكلها لها شكل معين. واضح كده؟ تمام اه. طيب فهو ده معنى الستاندنج ويف والفولتج ستاندنج ويف ريشيو وعرفنا شكلها ازاي مع الزد اللي هو الشكل ده. طيب الجزئيه الثانيه عشان توضح اكتر بقى يعني برضو هنوضحها اكتر. طبعا احنا اتكلمنا على الحالات ديت الجاما ال وقلنا في حاله اللي هي لما بتساوي واحد يعني زد زيرو بتساوي ما لا نهايه شرحناها صح تمام كده. طيب عاوزين بقى نشرح حاجه تانية. احنا قلنا المره اللي فاتت برضو حته كده من المره اللي فاتت فاكرين مش احنا جبنا حاجه اسمها جاما دي؟ فاكرين الجاما دي؟ فاكرينها؟ هرجعها لكم كده المحاضره اللي فاتت عشان تفتكروها. هي دي لما كنت بحسب بالنسبه للزد وشلت الزد وحطيت بدلها ال ناقص دي خلاص فطلعت عندي هي عباره عن جاما ال في يوس كذا فطلعت المعادله دي. فاكرين المعادله دي ولا مش فاكرينها؟ اه تمام يا دكتور. يعني بحسب الجاما من ناحيه اللود الدي ديت من ديستانس من عند اللود. فكنا قلنا كده الجاما دي عباره عن جاما ال اي اس سالب جي 2 بيتا دي. والجاما ال دي قلنا المره اللي فاتت عباره عن ماجنيتيود وزاويه. المجنيتيود بتاعها اسمه جاما ال كماجنيتيود وزاويه بتاعتها اي اس جي باي ال ده المجموع بتاع الجاما في اي اس سالب جي 2 بيتا دي. طيب كويس لو انا خدت بقى ايه قلت كده عباره عن جاما ال كماجنيتيود اي اس جي باي ال ناقص طبعا هنا باي ال ناقص كام 2 بيتا دي وده الماجنتيود بتاع الجاما وده الفيز من ناحيه الدي بداله الدي. واضح كده يا شاول مش واضح؟ لا واضح. تمام كويس. طيب عاوزين بقى نشوف حاله خاصه كده وارسم الجاما دي من ناحيه اللود. حاله خاصه ايه؟ لما كان الزد ال لما كانت الزد ال بتساوي ما لا نهايه يعني معناها احنا قلنا زد ال بتساوي ما لا نهايه صح؟ يعني الجاما ال بكام؟ جبناها قبل كده؟ واحد كانت بواحد ولا سالب واحد؟ واحد تمام واحد. حاجة عوض في المعادلة اللي فوق دي عاوز اجيب الجاما بقى ايه؟ الجاما دي هتساوي كام؟ حط هنا واحد يبقى ايه؟
اس جي، وطبعا الفاي اللي هتبقى بصفر يبقى جي سالب جي 2 بيتا دي، صح كده؟ طبعا هنا في الكاميرا ال ثواني يا جماعه كده بس معلش المحاضره هنا تمام. اجل دلوقتي كده اجلها دلوقتي معلش دي احنا قلنا في الـ في الـ فوق كده المعادله بتاع ال اللي هي المعادله بتاع ال في المعادله بتاع ال في اهي دي معادلة دي معادلة دي الفي اوف زد اول معادلة احنا اثبتناها لو انا شلت زد وحطيت بدالها دي خلاص فعاوز اعبر عنها هنا يعني عاوز اجيب البي من عند اللود الفولتج من عند اللود واحد زائد جاما اي دي فجأة هنا هوت هستخدم نفس المعادلة دي عاوز اقول كده ان ال V of D عاوز ارسم الفولت من عند اللود كماجنتيود هيساوي V0 بلس 1 زائد جاما دي مش كده يا شباب؟ طيب هعوض عن الجامعة دي لان لسه جايبها حالا دلوقتي اقول كده بتساوي في 0 بلس 1 زائد جامعة ال كماجنتيود او سيبها زي هي اي سالب جي 2 بيتا ال كده في مشكلة ماشي يا شباب هل كده في مشكلة ولا ايه؟ معايا؟ هي هتبقى ال ولا دي يا دكتور؟ احنا قلنا جاما اوف دي، جاما اوف دي فوق اهي جايبينها حاسبين اللي هي فوق اهي، هي دي. جاما اوف دي هي بتساوي جاما ال اي اس سالب جي 2 بيتا دي. يا دكتور هو قصده اي اس سالب جي 2 بيتا دي مش بيتا ام. اه سوري بيتا بيتا دي قصدك دي يعني هنا يعني اه اوكي اه لا دي بيتا دي دي غلطه بس بيتا دي بيتا دي تمام كده ماشي يا شباب معايا كده دكتور تمام طيب هاجي بقى الحاله الخاصه بتاعتنا لو انا حطيت في اللود زد ال بتاعتنا بنا نهائي يعني ده اوبن سيركت يعني الجاما ال بكام قلت بواحد صح واحد طيب الجاما ال بواحد طيب لو انا عاوز اجيب بقى قيمه الديستانس اللي عندها الجهد بصفر فبعوض انا على الجهد ده بصفر اقول الجهد ده بصفر واحل المعادله دي واجيب الدي اللي عندها الجهد ده بصفر يقول بقول كده طبعا اذا في 0 بلس لا تساوي صفر اذا اتبقى عندك 0 بتساوي واحد زائد جاما اللي قلنا بواحد خلاص شلناه اي اس سالب جي اتنين بيتا دي يعني معناها
اي اس سالب جي 2 بيتا دي يساوي سالب 1 بيتا دي يساوي سالب 1. يعني معناها امتى اي اس سالب جي 2 بيتا دي بتساوي سالب 1؟ لو الاثنين بيتا دي بتساوي كام؟ صفر. ان باي لو الاثنين معادله حل لو الاثنين بيتا دي بيتا دي بتساوي ان باي في الحاله دي اي اس سالب جي 2 بيتا دي هتساوي سالب 1. الكلام ده جه منين؟ مش الاي اي اس اي اس اكس اس جي اكس بتساوي كام؟ حد يقرا؟ كوزين اكس زائد جي سين اكس. كوزين اكس كويس. زائد جي سين اكس. لو الاكس دي كده بان باي. خلينا دي سالب. دي سالب معلش سالب. ودي كمان ايه بقى دي كده سالب بقى ماشي. سالب ساين ماشي. تمام. لو اي سالب جي اكس تساوي كوزين اكس ناقص جي ساين اكس. طب لو الاكس دي كده بان باي يعني ولان دي طبعا بتاخد فاليوز بالصفر واحد واثنين وثلاثه واربعه. لا لان بتاخد من اول واحد بس. لان بتاخد من اول واحد. لان بتاخد من اول كام؟ عشان ندي سالب واحد. عاوز الان تاخد باي تمام؟ الان تكون سالب بواحد وثلاثة وخمسة. اولا ان باي ساين ان باي بكام؟ بصفر. صح كده؟ تمام. اتبقى كوزين ان باي. لو الان بواحد يبقى كوزين باي بكام؟ بسالب واحد. طب كوزين ثلاثة باي بسالب واحد. كوزين خمسة باي بسالب واحد. اذا لو عندك ان باي لو عندك الاكس بتساوي ان باي والان بتساوي 1 و 5 هيديك المعادله دي تحقق المعادله دي. يعني معناها ان الاكس اللي 2 2 بتا دي هتساوي لازم تكون بتساوي ان باي. واضح مش واضح؟ لا تمام واضح. تمام. يعني في الحاله دي بقى عاوز اجيب قيمه الدي بكام؟ يبقى يكون عندك الاثنين بتا دي عباره عن 2 باي على لندا. بيتا عبارة عن 2 باي على لندا في الدي هتساوي ان باي. يعني معناها ان الدي بكام؟ يبقى الدي بتساوي اولا باي تروح مع باي. دي بتساوي ان في لندا على كام؟ على أربعة. تمام؟ ماشي كده؟ تمام. طيب نشوف الكلام ده بنرسمه ازاي؟ اهو هاجي هنا همشي هرسم هنا كده ده دي بتساوي صفر. خلاص؟ وده محور الفولت. ماجنتيود. وهنا في اللود يعني هنا كده لو قلنا افترضنا هنا في اللود هنا اهو اللود اهو. خلاص زد ال. مش احنا في الحاله بتاعتنا فرضنا زد قلنا زد ال بتساوي ما لا نهايه صح؟ يعني اللود هنا ايه؟ اوبن سيركت. يعني اللود ده عباره عن ايه؟ اللود عباره عن ايه؟ مفيش لود اصلا اوبن سيركت. طيب لما يكون عندك لود اوبن سيركت يكون الكرنت بيعدي ولا بيعديش في اللود؟ بيعديش. اذا الاي مينيمم وساعتها يكون الفي ماكسيمم. يعني يكون عند النقطه دي كده في حاجه اسمها في ماكسيمم. طب عشان اقول امشي للمينيمم بقى عشان امشي للمينيمم اهو اوصل للمينيمم كده وبعدين اطلع تاني ماكسيمم عشان اعمل ساندنج ويف
اوصل للمينيمم ده امتى؟ المينيمم ده، المينيمم ده معناها في بتساوي صفر. احنا قلنا افترضناها، عاوز اجيب بقى قيمه الديستانس ده اهي، اول مينيمم، عاوز اجيب اول مينيمم. اول مينيمم ديت مش كان عندي ان بتساوي واحد؟ يعني لو حطيت ان بواحد دي يديك اول مينيمم، يبقى اول مينيمم بعد مسافه قيمتها كام؟ لندا على كام؟ أربعة. لندا على أربعة. اذا الطول ده لندا على أربعة. طب عشان اجيب بقى الماكسيمم الاولاني امشي كمان قدها ايه؟ لندا على أربعة. تمام، دي الماكسيمم الاولاني اهو، خلاص فهمشي كمان لندا على أربعة، امشي من اول هنا كده. اذا دي هتلاقيها عند لندا على 2، يعني معناها ان البيرود بتاعتك دي عباره عن لندا على 2. الستاندنج وورد بتعمل بيرود اسمها لندا على 2. واضح كده مش واضح يا شباب؟ مش مفروض برضو لندا على 2 مينيمم برضو عند ان بتساوي 2؟ لا يا ما تساوي 3 بقى، مش احنا قلنا المينيمم بتيجي عند ان بتساوي 3؟ تمام. مش احنا اثبتناها فوق؟ ما دي اسمها دي مينيمم، خلاص عرفناها. اول مينيمم عند ايه؟ حط ان بواحد. طب والمينيمم الثانيه اللي هنا هتيجي ده، هتيجي عند كام؟ حط ان بكام؟ 3. هتلاقي ايه؟ اجمع بقى ايه؟ لندا على 4 وكمان يعني 3 لندا على 4، اهي 1 و2 و3. واضح كده يا شباب؟ تمام. فاحنا عاوزين نقول ايه بقى؟ عاوزين نقول ان الجهد على اللاين من اول اللود بيتغير، مره يجي ميكس ماكسيمم، ومره يجي بعدين مينيمم، وبعد كده يجي ماكسيمم، وبعد كده يجي مينيمم، فدي اسمها ستاندنج ويف. واضح كده؟ تمام. طيب بالمثل بقى، ده اللي انا كنت عاوز اشرحه واللي احنا ايه وضحناه هنا في الرسمه، في رسمه زي دي كده. لما ده رسمه الفي اوف دي، قلنا فيها في الاول، قلنا عاملين في الاول ما لا نهايه، لود بما لا نهايه، يعني الفي عنده ماكسيمم، بعد كده يجي لك المينيمم، بعد لندا على 4، بعد كده يجي لك ماكسيمم تاني، بعد كده يجي لك مينيمم تاني، وهكذا. وده الفي ماكسيمم، في فولت كماكسيمم، وده الفولت كمينيمم اهو، اللي احنا قلنا عليها ستاندنج بتروح ما بينهم. تمام؟ طيب مش احنا قلنا الكرنت عكس الجهد؟ يعني الكرنت لما يكون الفي ماكسيمم يكون الكرنت ماله؟ مينيمم. ما هو انت عامل اوبن سيركت، اوبن سيركت في الجهد ماكسيمم، ما الكرنت مش هيعدي، فالكرنت مينيمم. فهو دايما التيار عكس الجهد، فتلاقي التيار هنا عند ما يكون الجهد ماكسيمم تلاقي التيار مينيمم، ما يكون الجهد مينيمم التيار ماكسيمم، وهكذا. فبرضه ستاندنج ويف بتروح من اي ماكسيمم لاي مينيمم. واضح كده يا شباب؟ تمام. فدي اللي احنا كنا عاوزين نقوله. الحاله الثانيه، حاله سبيشال كيس ثانيه بقى، لما تكون الزد ال بصفر، عاوزين نرسمها ثاني. لما يكون الزد ال بصفر، لو انا جيت هنا عند اللود اهو وحطيت هنا شورت سيركت، زد ال بصفر، تمام؟ يعني الجاما اللي بكام؟ بكام يا شباب؟ سالب واحد. سالب واحد. تمام. طيب عاوزين بقى نشوف ايه اللي هيختلف. نرجع بدل ما نقعد نكتب من تاني، نقعد نشوف ايه اللي هيختلف فوق. اذا الجاما بس هي اللي هتختلف، الجاما اللي هي هتختلف. نبدا من فوق كده. ايه؟ هبدا بنفس المعادله دي. اكتب هنا بالاحمر. الجامعة اللي اختلفت بقت سالب واحد. اهي. اذا ده اللي اختلف اللي عندي، لانه اصبح عندي شورت سيركت. برضه عاوز اجيب الجهد لما بيساوي صفر. فما بعوض هنا هتلاقي هنا ايه؟ بدل واحد زائد كده يبقى واحد ناقص. بدل واحد ناقص. يبقى يديك ده زائد. طب ننزل تاني نشوف اللي هيختلف تاني. طيب لما عاوز اجيبها زائد بقى، يبقى الان المفروض تكون بتساوي كام؟ هيبقى برضه كان نفس كده، 2 بتا دي هتساوي ان باي. بس في الحاله دي بقى الان هتكون بكام لكام؟ بدل ان 1 2 4 5 تكون بكام؟ ان بيكون بكام؟ ب 2 و 4. الان تكون بكام؟ بدل دي هتلاقي 2 و 4 و 6. نشوف كده. لما تحط الان ب 2 طبعا وصفر، صفر. لما تحط الان ب 2 يديك 2 باي، طب ان بصفر يديك صفر، يبقى كوزين صفر بواحد، كوزين 2 باي بواحد، فيديك فعلا المعادله دي تتحقق.
اذا هيبقى نفس الكلام، نفس الكلام اللي هو ان الدي بتساوي ان لامدا على 4، بس الان في الحاله دي تتراوح من كام لكام بقى؟ قيمتها كام لكام؟ 0 و2 و4 و6، الحاجات الزوجيه. لما اجي ارسم بقى هنا المعادله بتاعتنا، الرسمه بتاعتنا، الرسمه بس اللي هتختلف، نرسم الرسمه تاني كده اهي. هاجي هنا هذا ده عند الدي بتساوي صفر عند اللود، وده الفي كمودلس خلاص. وهنا حاطط هنا شورت سيركت تمام كده، هنا اللود هنا عباره عن شورت سيركت زد ال بيساوي زيرو. طيب لما يكون شورت سيركت الجهد بقى على شورت سيركت بتساوي كام؟ الجهد ما بين على شورت سيركت ده الجهد ده بيساوي كام؟ يا شباب صفر. صفر، اذا الجهد عندي هنا صفر مينيمم. بعد كده يحصل بقى ستاندنج ويف اهو، هتلاقي الجهد عمال يزيد ويقل يزيد ويقل. هيجي اول ماكسيمم بعد قد ايه؟ او اول مينيمم اللي هو المينيمم اللي بعد كده، اول مينيمم عندك عند ان بتساوي كام؟ 2 لامدا على 4 يعني اسمها لامدا. لا لا لامدا على 2 بقى، ما احنا قلنا اهو مينيمم. تمام بنتكلم على المينيمم. فين المعادله ايه؟ اذا الدي مينيمم هتساوي ان عند ان بتساعدها ب 2، يبقى لامدا على كام؟ 2 في لامدا على 4 بيديك لامدا على 2. يبقى القمه دي دي هنا دي مينيمم دي بتساوي لامدا على 2. طب الماكس الماكسيمم جه بعد كام؟ اكيد في النص. لامدا على كام؟ 4 على 4 على 4. طب مش هتلاقي الكرنت عكس الكلام ده؟ لما يكون الجهد هنا مينيمم هتلاقي الكرنت ماله؟ ماكس. الكرنت هيعدي في اللود وهكذا خلاص. هو ده اللي انا عاوز اقوله عليه. الحاله الثانيه لما يكون الزد ال بصفر هترسم نفس الرسمه دي يعني خلاص، زي احنا عملناها دلوقتي. واضح يا جماعه ولا مش واضح؟ اي سؤال في اللي احنا قلناه دلوقتي؟ تمام. اي استفسار؟ هبدا موضوع جديد. اي حاجه في الستاندنج ويف، الفولت ستاندنج ويف ريشيو، شكل توزيع تغير الجهد ازاي مع الزد او مع الدي يعني، وتوزيع الكرنت، اي سؤال في الجزئيه ديت؟ يا شباب اي استفسار؟ معايا ولا مش معايا؟ معايا الناس كلها معايا؟ كريم بس اللي بيتكلم معايا؟ مين تاني معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. عاوزين تنوع كده الناس تكون معايا كلها. مع حضرتك يا دكتور. ماشي. طيب نتكلم على موضوع جديد بقى، حاجة اسمها الزد انبوت. لو أنا عندي لاين ترانسميشن لاين اهو، بوصله بلوت له حاجه اسمها زد زيرو كاركترستيك امبيدنس، وله حاجه اسمها جاما، وطوله ال. هو ده ببساطه اللاين ترانسميشن لاين بتاعنا تمام كده. عاوز احسب حاجه اسمها زد انبوت. الانبوت انت شايفها هنا في الانبوت هنا زد انبوت. خلاص طيب، هي زد انبوت دي معناها ايه؟ مش معناها قيمه الزد عند ديستانس كام. طبعا ده محور زد، ده محور الزد بتساوي صفر، هنا الزد بتساوي ال.
معلش بقى انا مش هقعد اكتب كتير عشان ايه اخد بس كوبي وبيست من الـ من البي دي اف. بس عموما زد ام ودي معناها ايه؟ مش معناها زد قيمه الامبيدنس لما كانت الديستانس بتساوي كام، زد بتساوي كام؟ صفر صح كده؟ مظبوط يا شباب؟ تمام تمام. طيب نيجي هنا بقى، اذا زد انبوت، مش زد انبوت بتساوي الفي اوف زد على اي اوف زد، مش دايما امبيدنس بتساوي في على اي صح؟ تمام. طب الفي اوف زد مش احنا كاتبينها من معادله من شويه، هي عباره عن في 0 بلس اي اس سالب جاما زد زائد في 0 ماينس اس جاما زد، كاتبينها من شويه اهي الاثنين دول. خلاص اول مستطيل تقريبا، ثواني بس هجيب بس ماوس يا شباب. معايا كده؟ معايا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. لو قسمت الفي اوف زد على الاي اوف زد اقسم ده كده، يبقى الفي 0 بلس اللي المعادله، بلاش المعادلتين دول، المعادلتين اللي فوق ده المودولس، لا المعادلتين دول في اوف زد على اي اوف زد، في 0 بلس اي اس سالب جاما زد زائد في 0 ماينس اي اس جاما زد على في 0 بلس على زد 0 في كذا وكذا. واضح كده المعادلتين دول؟ هقسمهم على بعض بس. تمام؟ معايا؟ تمام تمام معايا مش معايا؟ بحرك تمام. اديت المعادلة اللي فوق دي. طيب لو انا عندي الفي اوف زد عوضت عند زد بال، هيديك في 0 بلس اي اس سالب جاما ال زائد في 0 ماينس اي اس جاما ال، وهعوض عند الكرنت كمان ب ال، هجيب اي ال 1 زائد 0 في 0 بلس اي اس جاما سالب جاما ال زائد ناقص في 0 ماينس اي اس جاما ال. لو قسمت الاثنين على بعض ال على اي ال هجيب حاجه اسمها زد ال. خلاص. طيب لو انا جيت بقى هنا في المعادله الثانيه دي، خلينا ناخدها كده ما اكتب اول معادله ايه، المعادله الثانيه هي دي. ماشي يا شباب. طيب هضرب انا زد ال زد 0 في الاي ال، هيديك المعادله دي. هضرب هنا الزد 0 في الاي ال هديك المعادله دي. لحد كده يا جماعه في مشكله؟ ماشي كده يا شباب؟ معايا ولا مش معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب هاجي بقى من المعادلتين دول، المعادله الاولانيه دي
والمعادلة الثانية دي، أجمع المعادلة الأولى مع المعادلة الثانية، نجمعهم كده أقول VL زائد زد زيرو IL، هجمعتين مع بعض أقول VL زائد زد زيرو IL هيساوي طبعا دي الترم ده هيطير مع الترم ده، اتبقى 2 ده زي ده اتبقى 2 في 0 بلس اي سالب جاما ال. طيب هطرح دي من دي يبقى الفي ال ناقص زد او اي ال هيساوي 2 في 0 ماينس يقس الجاما ال، يعني هتلاقي هنا المعادلة دي الفي 0 بلس بتساوي كام؟ يا شباب والفي 0 ماينس بتساوي كام؟ ال في ال زائد زد زيرو اي ال على 2 يقوس سالب جاما ال، ونفس الكلام ال في زيرو ماينس في ال ناقص زد زيرو اي ال على 2 في يقوس جاما ال، اللي هي المعادلتين دول المعادلتين دول. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ تمام كده؟ واضح يا دكتور. تمام كويس. هاجي بعد كده في المعادله دي، المعادله اللي في الاول دي زد ام، تشيل انا الفي 0 بلس والفي 0 ماينس واعوض بها بالكمبيوتر اللي انا جبتهم اللي هم دول في 0 بلس وفي 0 ماينس، هيطلع في الاخر المعادله دي هيطلع في الاخر المعادله دي اهي، المعادله دي نفس المعادله اللي فوق اهي زد 0 في 0 بلس اشيل احط بدلها القيمه بتاعتها اللي هي نص في ال اللي هي دي، بعد كده اضرب في اي اس سالب جاما زد اللي هي دي اي اس سالب جاما زد زائد في 0 ماينس اشيلها واحط بدلها في 0 ماينس اللي هي هنا اللي هي نص في ال ناقص زد 0 كذا اهوت مضروبه في الاخر اي اس جاما زد وهكذا، ده المقام نفس الكلام. لحد كده في مشكله يا شباب؟ صعبه كده؟ معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معاك يا دكتور. طيب لو انا جيت بقى هنا في المعادله دي ده اسمها زد ام عند اي زد، انا عاوز اجيب زد ام عند زد بتساوي صفر، فانا عاوز اجيب دلوقتي كده زد ام اللي هي عند زد بتساوي صفر، يعني عند بداية اللاين هتساوي كام بقى؟ هتزيد زيرو زي ما هي اهي، النص ده يروح مع النص ده يروح مع النص ده يروح مع النص ده، لما اعوض انا زد بصفر ايه وصل صفر بكام؟ بواحد، يبقى اديك ده واحد واديك الترم ده بواحد واديك الترم ده بواحد واديك الترم ده بواحد، فيديك في الاخر كده ال في ال زائد زد زد طبعا بعد ما نكتب تاني معلش بس عشان ايه هجيبها تاني اهو، هيديك الترم ده هيديك المعادله دي اهي زد 0 في ال زائد في زد 0 اي ال يقس جاما ال زائد في ال ناقص زد 0 اي ال كذا. حد كده يا جماعه في مشكله؟ معايا؟ تمام يا دكتور.
تمام. الخطوة اللي بعد كده اعمل ايه؟ هجمع، هضرب اي اس جاما ال في في ال، واضرب اي اس جاما ال في زد زيرو اي ال، خلاص. واجمع بقى الحاجات اللي الفي ال مع بعضها والاي ال مع بعضها، يعني هديك في الاخر المعادله دي. اجمع بس، هرتب بس المعادلات بتاعتي. طبعا في الورق اللي انا بعته لكم في كل التفاصيل، يعني الخطوات كلها بالتفصيل اهو. اجي هنا هرتب بس زي ما قلت لك كده. قبل ما ارتب يعني هقسم على الاي ال، هقسم الفي ال على الاي ال، وهنا الاي ال هتروح. طبعا الفي ال الاي ال دي تديك الزد ال، دي تديك الزد ال. ونفس الكلام هنا يديك زد ال، ونفس الكلام هنا يديك زد ال، يديك زد ال. وزي ما قلت لك هضرب اي وسيجما ال في زد زيرو، اي وسيجما ال في زد ال، وارتب زد ال مع بعضها وزد زيرو مع بعضها، فهيديك في الاخر المعادله دي. قعدت ترتيب بس ايه، خدت ال ضربت ايه سجما ال كله، ورتبت الحاجات مع زد ال وحاجات مع زد زيرو، فطلعت في الاخر المعادله دي. حد كده يا جماعه في مشكله؟ تمام تمام. طيب عندنا قاعده، فاكرين حاجه اسمها الكوشاين اكس بتساوي كام؟ فاكرينها؟ اي اس جاما، اي اس جاما ال زائد اي اس سالب جاما ال على 2. لا، كوشاين اكس بتساوي اي اس اكس زائد انا بتكلم في القانون يعني سالب اكس، القانون اهو على 2، ده القانون بتاعنا. انا بتكلم على القانون، لا بتكلم على القانون اللي هو زد انبوت، يعني التعويض على طول هتبقى 2 كوشاين اي اس جاما ال. تمام 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 خلاص. انا بس بقول لك القانون الاول يعني. طب الشاين اكس سالب اي اس اكس ناقص اي اس اكس ناقص اي اس سالب اكس على 2، يعني هشيل دي، هشيل الجزء ده كله واحطه 2 كوشاين جاما ال، وهنا احط 2 شاين، هنا 2 كوشاين وهنا 2 شاين، خلاص معايا ولا مش معايا؟ الاثنين طبعا تروح مع الاثنينات كلها، بقى بس زد ال كوشاين جاما ال وزد زيرو شاين جاما ال، خلاص هيديك في المعادله دي. هيديك المعادله دي. طب لو قسمت انا بسط ومقام على الكوشاين هيديك ايه بقى؟ اقسم بسط ومقام على الكوشاين كده تانش. هيديك في النهايه المعادله دي. ديك في النهايه المعادله دي. ماشي كده يا شباب؟ المعادله دي زد ال زائد زد زيرو تانش جاما ال على زد زيرو زائد زد ال تانش جاما ال، تمام؟ ماشي كده يا شباب؟ تمام. معايا ولا مش معايا؟ طيب هاجي هنا، لو انا افترضت هنا ان جاما زي ما احنا قلنا بتساوي الفا زائد جي بيتا، وانا شغال على لوسلس، يعني الفا دي بصفر، يعني التانش
تانش جاما ال هي تانش جي بيتا ال. حد يعرف بقى تانش جي بيتا ال بتساوي كام؟ بتساوي جي ده في الرياضة جي تان بيتا ال تان بيتا ال ده لو افترضت ان انا لوسلس يعني ممكن اشيل المعادلة دي واحط بدل التانش جاما ال احط جي تان بيتا ال اهي بحط في النهاية المعادلة دي ماشي يا شباب بدي المعادله النهائيه اللي انا عاوز اوصل لها اللي هي زد انبوت بتساوي زد زيرو زد ايه على زد زيرو زد كذا ماشي كده اي سؤال هنا ده الاثبات النهائي اللي انا عاوز اجيبه ان انا زد انبوت بتاع اللاين تعتمد على زد زيرو والزد ال والال طول اللاين كام زي ما احنا قلنا في الاول اهو انا بديك اللاين اهو انا عندي ترانسميشن لاين طوله ال وله زد زيرو وفي عندي لود فانا عاوز اجيب زد انبوت فزد انبوت من الاخر خالص كده عشان احل بقى المسائل اهي الزد انبوت بتساوي زد نود كده زد ال زائد جي زد نود تان بيتا ال هنا زد نود زائد زد ال تان بيتا ال انا طبعا خدت كوبي وبست عشان لو كنت قعدت كتبت كده كناش خلصنا اصلا في الجزئيه دي فديك زد انبوت بالشكل ده كده هل كده فيها مشكله ماشي يا شباب تمام يا دكتور اي استفسار هنا اي استفسار طيب عندنا بقى بعض السبيشال كيس المهمه جدا اللي احنا هنتكلمها دلوقتي سبيشال كيسز في المعادله دي ناخد اول سبيشال كيس لو انا عندي لاين في النهايه هنا شورت سيركت هنا لو زد زيرو وهنا الزد ال بتساوي صفر وانا عاوز اجيب الزد انبوت بتساوي كام عوض المعادله دي يبقى زد انبوت هيساوي كام يا شباب في المعادله دي هجيب اول حاجه البيت طبعا هنا طوله ال اللاين ده طوله ال لما زد ال بتساوي صفر يبقى ده الترم ده هيروح والترم ده هيروح وزد زيرو تروح مع زد زيرو تبقى عندك جي زد زيرو تان بيتا ال كده في مشكلة صعبة كده يا شباب لا تمام يا دكتور سهل طيب الحالة الثانية القاعدة الثانية لو الزد ال بقى على طول بقى من غير ما ارسم اللاين لو الزد ال سوري مش عارف المال الماوس فاهم لو الزد ال بتساوي ما لا نهايه زد ال بتساوي ما لا نهايه يعني اوبن سيركت في الحاله دي زد ان بتساوي كام زد اول لو الزد ال ما لا نهايه طبعا هقسم باست ومقام على زد ال هقسم باست ومقام على زد ال بسط مقام على زد ال
اسم بصمة مقاومة على الزد ال زد زيرو على ما لا نهاية الترم ده يديك صفر وزد زيرو على زد على ما لا نهاية الترم ده يديك صفر وهنا يديك الترم ده واحد يبقى يديك زد زيرو على وده يديك واحد على جي كذا صح؟ يبقى يديك هنا يديك فوق هنا فوق في البسط كان بزد زيرو مظبوط كده؟ يبقى يديك هنا زد زيرو ولا خليها كده خليها يديك زد زيرو على جي تان ايتا ال كده في مشكله يا شباب تمام ولا مش تمام تمام يا دكتور طب مش ينفع اخليها بدل كده واحد على تان كده اخليها كوتان وخلاص اخليها سالب جي زد زيرو كوتان بيتا ال خلاص يبقى اشيل دي خالص اهي وحط بدلها سالب جي زد زيرو كوتان بيتا ال تبقى سهلة بس زي اللي فوق ماشي كده؟ صعب كده؟ معايا؟ الناس معلش معايا طيب الحالة الخاصة التالتة بقى لو زد ال بتساوي زد زيرو ماتشنج يبقى زد انبوت بكام؟ زد اوت زد اوت زد 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 زيرو يعني اللي هو الكاركترستيك امبيدنس زيرو اه معلش زد زيرو خلاص اذا اهو اذا دلوقتي انا عندي لاين لو انا جيت بصيت من قدامه كده يا اما اشوف جي زد زيرو كوتان بيتا ال يا اما اشوف سالب جي زد زيرو كوتان بيتا ال يشوف زد زيرو تمام كده ثلاث حالات معايا ولا مش معايا يا شباب اخره عاوزين نفتكر كده ايه حاجه كده معينه عندنا في السيركت لو انا عندي ملف طب بلاش عندي هنا ملف اهو وعاوز اجيب هنا الزد بتاعته الزد ال حد فاكر الزد ال اللي كان بيساوي كام بتاع الملف جي اوميجا ده جي اوميجا ال جي اوميجا ال صح كده طب لو انا كان عندي مكثف لوسي فانا عاوز اشوف الزد سي بتاعته كان بكام فاكر فاكرين الزد سي كانت بتساوي كام زد سي واحد على جي اوميجا سي بتساوي او سالب جي صح واحد الاوميجا سي صح واحد الاوميجا سي اللي هي واحد على جي اوميجا سي مظبوط كده مظبوط يا شباب تمام مظبوط يا دكتور طيب لو كان عندي امبيدنس ايا كان بقى نوعها امبيدنس اسمها زد نود وعايز اشوف لها الامبيدنس بتاع الزد بتاعتها الزد انبوت بتاعتها عباره عن كام هي نفسها زد زيرو صح مظبوط كده تمام انا بس بقول الكلام ده ليه عشان هو نفس الكلام ده في اللاين لو انا جيت هنا قارنت لو انا عندي لاين الداك اللي زد ام بتاعته جي زد زيرو تان بيتا ال مش هي كانها تمثل ان انا عندي ملف وفي الحاله ديت كده هيكون عندي ده يناظر
الأوميجا إل ولا لأ؟ مظبوط مش مظبوط؟ تمام مظبوط. طيب لو أنا عندي لو أنا عندي لاين له سالب جي زد زيرو كوتان بيتا إل، مش ده اللي جنب الجي ده هي تمثل واحد الأوميجا سي؟ مظبوط كده؟ تمام. ونفس الكلام لو انا عندي زد مقاومه زد انبوت او جيت بصيت لها تلاقي زد انبوت. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول لك احيانا بقول لك ايه، انا عاوز اعمل ملف ينفع للهاي فريكوانسي للهاي فريكوانسي، فما ينفعش احط لامب اليمنت، ما ينفعش اجيب مكثف كده له اندكتنس او اجيب مكثف وله كاباستنس، لازم اعمله بالترانسميشن لاين. فعشان اعمل ملف له سيرتن ال وشغال عند فريكوانسي معين، انا بديك الفريكوانسي واديك ال واحسب منه قيمه الاوميجا والال بكام، احسب القيمه دي بكام ايا كان بقى قيمتها كام، مثلا وليكن 2 اوم 3 اوم ايا كان قيمتها، وابدا اسويها بالقيمه دي، اسوي هنا اسوي دي باوميجا ال. يعني انا عاوز اصمم ملف له كذا هنري وعندي فريكوانسي كذا، فانا عارف القيمه دي بكام، وانا عارف ان البيتا هي بتساوي 2 باي على لندا. تمام. وعارف الزد زيرو بتاع اللاين، وعارف هقوم جايب ال اللي تديك، يعني في الحاله دي بقى هقوم احسب ال اللي بتساوي كام اللي تديك لاين يكافئ ملف قيمته كذا. واضح الفكره؟ تمام يا دكتور. يعني انا بستخدم ترانسميشن لاين ان انا اصمم ملفات او اصمم مكثفات، انا عاوز اصمم ملف قيمته كذا هنري، فابدا احط قيمته واحط الفريكوانسي شغال عليه، واحط زد زيرو بتاع اللاين، اجيب لاين له زد زيرو معينه، وابدا اختار ال اللي تديك الملف ده، طول اللاين يديك الملف ده. تمام كده يا شباب؟ نفس الكلام لو عاوز اصمم مكثف، انا عارف القيمه اللي عاوز اجيب مكثف مثلا قيمته مثلا يكون 10 مايكرو فراد، وعارف الفريكوانسي، ابدا اسوي ان زد زيرو كوتان بيتا ال بالقيمه دي، ابدا اجيب قيمه ال اللي عندها يديك المكثف ده. واضح كده؟ عرفنا ايه فائده الترانسميشن لاين غير ان هو بينقل الباور او الانرجي، ان انا ممكن اعمل بيه امبلمنتيشن لمكثفات وملفات في الهاي فريكوانسي. واضح كده يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور. طيب اخر جزئيه هنا في الجزئيه ديت هنقول ايه، نتكلم على ايه لو انا عاوز ارسم بقى زد انبوت دي مع ال خلاص خلاص خلصنا موضوع المكثفات والملفات ده، عاوز ارسم بقى زد انبوت في الاول معادله دي مع ال في اول حاله، وارسم زد انبوت مع ال برده في حاله الحاله الثانيه لما حاله الاوبن سيركت، نشوف هترسمها ازاي. في اول حاله زد انبوت حاله شورت سيركت بتساوي جي زد زيرو تان بيتا ال. فانا عاوز ارسم هنا زد انبوت مع ال، عاوز ارسم زد انبوت بس زد انبوت كمودلس، مودلس معناها هشيل الجي، يعني كاني هرسم انا هشيل انا الجي ده هنا وارسم بس المودلز اللي هو ده. تمام. طيب هبدا ال من اول الصفر واشوف كام. طيب انا ممكن ارسم مع ال او ارسم مع الفيز كله، ده اسميه الفيز، اسميه فاي، محور فاي اهو ده الفاي. طيب عارفين الرسمة التانية يا شباب بترسم ازاي التان؟ التان بيرسمها ازاي؟ ليها اسمتوت لاين كده يعني. حد عارف رسمة التان؟ قال لي بس عشان مطلب خلينا عشان ما لخبطكوش بلاش ارسم محور، بس هقول انا ممكن ارسم مع فاي، يا اما ال يا اما ارسم مع فاي. رسمة التان عبارة عن ايه؟ التان هقسم كده المحور ده، انا عندي هنا في باي على 2 على 2 وهنا باي
وهنا 3 باي على 2 وهنا 2 باي. تمام كده؟ فرسمة التان عاملة كده. لما يكون تان 45 بكام؟ يا شباب؟ بواحد. تان صفر بكام؟ تان صفر صفر. وتان باي، وتان باي على 2 ما لا نهايه، ما لا نهايه. فتلاقي الكيرف عامل كده. وهي نفس الكلام هنا عند الباي برضو، تلاقي عامل كده تحت ينزل كده. يعني هنا هو ده ايه، انا بس عشان افرق ما بينه. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ باينه. يعني عند تان، لو انا برسم على الفيز، اهو على الفيز، لو تان صفر بصفر، تان باي على 2 بما لا نهايه، تان باي على 4 تلاقيها بواحد، كوم هنا بتلاقيها بواحد. واضح كده مش واضح؟ تمام. طيب لما هاجي بقى عاوز لو انا عاوز ارسم مع ال، مش احنا عارفين البيتا ال بتساوي 2 باي على لندا، سوري باي على لندا في ال. طب لو كانت البيتا ال ديت بتساوي باي على 2، اللي هتساوي كام؟ باي تروح مع باي، وال ايه تاني؟ يبقى اللي بتساوي لندا على كام؟ 4 على 4. يعني معناها كده لما كان الفيز باي على 2 ده معناها ايه؟ ان اللي بتساوي لندا على 4. طب وباي معناها ايه؟ لندا على كام؟ على 2. طب 3 باي على 2 اجمعها ايه؟ ربع باي، يعني ربع نص 3 ارباع لندا، بعد كده لندا، وهكذا. اذا ممكن ارسم انا زد انبوت مع ال او ارسمها مع فاي. انا بس وضحتها اول حاجه مع فاي عشان انتوا عارفين تان ايه الزاويه مع فاي عامله ازاي، وبعد كده حسبتها مع ال، وهنا وده الصفر. بعد كده ماشي كده يا شباب؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام. انا عاوز بقى اوضح ايه بقى بالجزئيه ديت. لو انا خليت هنا طول اللاين من اول صفر لحد باي على باي على 2، قيمه الزد انبوت دي موجبه ولا سالبه؟ ماجنتيود موجبه. موجبه صح؟ موجبه صح؟ يعني معناها مش احنا قلنا في الجزئيه دي كده زد انبوت بتساوي جي زد زيرو تان بيتا ال. لو انا سميت دي كلها اسمها اكس، يعني كان زد انبوت بتساوي جي اكس. لو الاكس دي كانت موجبه، كان اللاين ده يمثل ملف ولا مكثف؟ ملف. ملف. اذا لو انا خليت طول اللاين من اول سي 0 لاندا على 4 كان انا بعمل ملف. طب لو خليت طول اللاين من اول لاندا على 4 لحد لاندا على 2، هتلاقي قيمه الاكس سالبه ولا موجبه؟ سالبه. مش احنا عارفين المكثف زد سي بتساوي سالب جي واحد الاوميجا سي، خلاص كده؟ مش احنا عارفين كده؟ تمام؟ ماشي يا شباب مش ماشي؟ تمام. طيب لو خليت سالب اهي، وخليت سالب اهو، يعني معناها لو كان عندي القيمه دي سالبه معناها توصل المكثف ولا مش مكثف؟
بس اذا لو انا خليت اللاين طوله من اول لندا على 4 للندا على 2 كان انا بعمل مكثف. يعني اذا بتغيير طول اللاين تقدر تعمل ملف او مكثف؟ اقدر اعمل مكثف او ايه او 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 ملف خلاص. ده لو انا عامل ايه هنا ده كان الحاله دي كانت حاله الاوبن سيركت ولا شورت سيركت؟ ترجع تاني اهوت الحاله كانت حاله ايه هنا شورت الايه اللي هي الحاله دي خلاص حاله الايه شورت سيركت. شورت سيركت تمام كده يا شباب ولا مش تمام؟ هل كده في مشكله؟ تمام يا دكتور. تمام. طب الحاله الثانيه بقى لو انا عامل اوبن سيركت لو انا عامل اوبن سيركت نفس الكلام تقدر برضه بس الملف او مكثف. طب هرسمها ازاي؟ انا عارف ان زد انبوت بتساوي سالب جي زد زيرو كوتان بيتا ال. ماشي كده يا شباب؟ يعني معناها زد انبوت كمودلس بتساوي زد زيرو كوتان بيتا ال. لو عاوز ارسم الكوتان بيتا ال هاجي هنا ده الزيرو نفس الكلام هنا باي على 2 هنا باي هنا 3 باي على 2 هنا 2 باي. هنا يحصل شفت بس للفيجر يعني الصفر هيبقى هنا كده يبقى تلاقي الكيرف عامل كده نفس الكلام هنا تلاقي الصفر هنا كده ماشي كده تمام يا شباب. لو انا برسم هنا مع فاي ولو انا برسم مع ال نفس الكلام باي على 2 تناظرها لاندا على 4 هنا لاندا على 2 وهنا لاندا. طيب لو انا بتكلم على الجزئيه دي من اول في الجزء ده الجزء ده تمام. لو انا سميت الجزء ده كده سميها وليكن اكس. اكس هنا في الجزء ده سالب ولا موجب؟ سالب. يا شباب سالب. طب السالب مش المعادله الاصليه بتاعتنا ايه؟ كانها سالب جي اكس خلاص. لما الجزء ده سالب طب ما سالب مع سالب يديك ايه؟ موجب. يعني كان زد انبوت بتساوي جي حاجه موجبه فكاني بمثل هنا ملف. يعني لو اخترت طول اللاين من اول زيرو لاندا على 4 كاني بعمل ملف. ولو من اول لاندا على 4 لاندا على 2 كاني بعمل مكثف لان القمه هنا موجبه. واضح كده ولا مش واضح؟ ماشي يا شباب تمام يا دكتور. إذن دلوقتي خلاصة الكلام إن الترانسميشن لاين ده له استخدامات تانية كتير جدا غير إن أنا بعمل بيه نقل للإنرجي. ممكن أستخدمه إن أنا أعمل إمبلمنتيشن لأي العناصر اللي هي الملفات والمكثفات في الهاي فريكونسي. لو أنا حطيت في مكان اللود يا أوبن سيركت يا شورت سيركت الاثنين ينفعهم. ممكن أعمل لو أنا حطيت أوبن سيركت أحط أعمل ملف أو مكثف. لو حطيت شورت سيركت ممكن أعمل ملف أو مكثف إن أنا بس أغير طول اللاين بحيث يديك الكومنت اللي أنت عايزه. والكلام طبعا هيجي في المسائل. واضح كده يا شباب؟ فده الحاله الاول الحاله دي حاله اللي كنا قلنا عليها ايه. انا غلطت في رسمه معلش انا غلطت بس في رسمه الايه غلطت في رسمه معلش الرسمه دي يا جماعه تتعكس بس معلش الرسمه دي كده الرسمه دي هتبقى العكس كده
صح ولا ايه؟ هتبقى كده. لو انا هنا في زي ما احنا قلنا هنا ده كده كانها اكس دي بتساوي سالب جي اكس، هنا اكس موجبة، فموجبة يعني كان هيمثل انها مكثف، هنا اكس هنا سالبة فكان هنا يمثل انها ملف، نفس الكلام يعني بس الرسم بس كانت ايه عكس. فدي في حالة الاوبن سيركت الشورت سيركت خلاص اللي هي دي. اول حاله عندنا حاله ايه الزد ال بملان اوبن سيركت، هيطلع شكل الكوتان الزد زيرو كوتان بيتا ال، واقدر امثل ملفات او مكثفات. الحاله الثانيه حاله الشورت سيركت قدرت امثل برضو نفس الكلام اهوت، هي كويل زي كوندكتنس، كويلز فوق واندكتنس تحت خلاص. الحاله اللي احنا قلنا ايه قبل كده، معايا ولا مش معايا؟ ماشي يا شباب تمام يا رب. تمام تمام. والحاله بقى الايه الماتش لوسلس لاين، ان بحط لود هنا بشوف زد امتى عباره عن زد زيرو. اي استفسار هنا يا شباب؟ اي استفسار؟ باقي لنا بس ان شاء الله خلال المحاضره الجايه، عشان عاوزه تركيز جامد هنتكلم على حاجه اسمها السميث تشارت، كنت عاوز اديها المحاضره دي بس خليها المحاضره الجايه. حاجه اللي اسمها ايه ولا نكمل؟ لا حلو قوي كده يا دكتور، ده خلاص السميث تشارت عاوز تركيز جامد فبلاش المره دي، فنقف بس لحد السميث تشارت. تمام، بس اخر ملاحظه بس اقول عليها برضو كده قبل ما اسيب الجزئيه دي، مش احنا خدنا الفي ماكسيمم على الفي مينيمم يديك الاس، قلنا الفي ماكسيمم على الفي مينيمم يديك الاس استاندنج ويف ريشيو. تمام تمام. هنا بقى كمان لها معادله، ان الفي ماكسيمم على الاي ماكسيمم بتساوي الفي مينيمم على الاي مينيمم بتساوي زد نود الكاركترستيك امبيدنس. فدي تعريف تاني للكاركترستيك امبيدنس، هي الفي ماكسيمم على الاي ماكسيمم او الفي مينيمم على الاي مينيمم. تمام تمام. الحاجه الثانيه برضو ان الزد انبوت لها ماكسيمم ولها مينيمم، عشان اجيب الزد انبوت ماكسيمم هي عباره عن الفي ماكسيمم على الاي مينيمم، والفي ماكسيمم عارف ان هي بتساوي الاس في الفي مينيمم، فكان اقسم ده على ده هيديك في الاخر اس في زد زيرو، يعني زد انبوت ماكسيمم هي عباره عن الاس في زد زيرو، وزد انبوت مينيمم هي الزد على اس زيرو خلاص. فدي معادلات مهمه لان بتيجي في المسائل. تمام تمام. احنا كده خلصنا محاضره النهارده ان شاء الله، المحاضره الجايه ان شاء الله هنبدا في السميث تشارت، ودي عاوزه تركيز جامد فايه بلاش ناجلها المحاضره الجايه الجزئيه دي خلاص، وعليها مسائل طبعا كتير، فانا جاي المحاضره الجايه عشان تكون بتركيز اكتر. هنا اي استفسار؟ اي استفسار اللي احنا قلناه؟ يا شباب شكرا لك. طب يا دكتور، هو مش ممكن نزود الاساينمنت بتاع الديجيتال يوم بتاع ايه اللي هو المساله الواحده بس ده مساله واحده، انا كنت عاوز اديكم النهارده ابعت لكم الاساينمنت الجديد. يا دكتور كتير كده علينا يا دكتور، حاسس ادينا حاجه يا دكتور، كل ده لسه ما خدناش حاجه. انتوا عاوزين تزودوا يعني تخلي بكره، نخلي بكره مثلا يا بيت يا دكتور بعد اذنك. يا دكتور انا حليت النور، مساله الاساينمنت بتاع النور. هو ده اللي هو زميلك بيتكلم عليه، خلاص هزوده بكره ان شاء الله. انا فتحت الاساينمنت لقيت الدايره اصلا مرسومه، يعني لقيت الدايره مرسومه بيقول يعني حللها اعمل لها اناليسيس واكتب نوع الجيت بتاعه، يعني هو احنا ما مش احنا اللي هي موجوده اساسا، ما هي مرسومه كل حاجه، بس انت هتمشي مع الترانزستور، شوف الترانزستور نون اون نون الاوف، هل دي بتحقق نور ولا بتحققش نور؟ تمام يعني حضرتك عايز تروس تيبل بس يعني تحقيق تروس تيبل، شوف ايه الترانزستورز الاون وايه الاوف عشان يديك اللوجيك بتاعتها. تمام تمام. وتعملها لي بقى باي برنامج سيميليشن؟
بس هو انا رسمتها بطريقه ثانيه غير الموجوده، ورحت كاتب برضو الانهو اللي هو الانهو